أهلا بكم. تقول إحصائية أممية أن ما يصل إلى 1 مليون شخص اختفوا في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب. هذه المدة هي السنوات المنحصرة بين حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة وصولا إلى ظهور تنظيم داعش الإرهابي. التقرير الأممي صنف العراق كأكثر البلدان الذي فيه حالات الاختفاء القسري، أي أنه أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، مما يترتب البحث عن الضحايا ومعاقبة الجنات. لكن التقرير مشاهدينا أفاد بأن عدم تحديد الاختفاء القسري كجريمة في القانون العراقي يقف حائلاً أمام ذلك. الإشارة تلفت إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كردي اختفوا قسراً في حملة الإبادة الجماعية التي شنها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 وعام 2003، كما أن هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفاً ومليون شخص منذ عام 1968، كما ساهمت الفصائل المسلحة بقتل وتغييب آلاف العراقيين طيلة وجودهم في المناطق المحررة. وبناء على ذلك فإن العراق مطالب بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم.